كيف نسوي سحورنا ونتسبح احنا ونبسطين ونتسحر هناك. كمل المقطع لأن بنروح الشاليه ونتسحر كذا. يلا أجل عشان كذا كملوا. يلا دبروا. يلا. طبعا الحين احنا وصلنا للشاليه بنشوي بنسبح. طبعا بعد ما نخلص السباحة راح نسوي شوي. بقول لكم شيء اسمه. راح نشوي. تدرون. تدرون طبعا حخلصت اللاستيكات. تعرف. جود طبعا هي قالت شوي. أنا جوعان بقول لك. لحظة اسمعوا. أنا. جود تعال شوية تسبح عرفتوا؟ هي قالت هاي تقول أنا سباحة ما أدري إيش. عارف. يوم جاء وقت الجيش. جود هذا جود. تخيلي. جود قال لها انا سباحه تخيلي يوم جاء وقت الجد قالت لا لا تكون على مين السباحه خلص لا 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 بعدين ليش قلت انا عندي ليش عشان لستك بس علشان مين لين اخذت لستك يمكن ابغى من جود فهي عادي خليها تاخذه هي قالت لين اعطوني لستك انا حتى قبلكم فهي صدق جلست قبلنا اي بس انا عارفه السباحه شوي ليش ما لها علمني واعطي لستك اللي وتوقعوا من جاء معنا شلاء اكيد ومرة الدكتور اكيد 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 وليس جودي عماد جودي انا يوم اكيد مشتاقين لها مرة حتى انا مشتاقين لها خلينا نبدا نسبح ونشوي يلا نشوي خلينا نشوي بدروا عليها صباح الخير يا ماما الحين انا راح اسبح وانا واسبح 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 طبعا انا غبت عن القناه يعني فتره طويله وكان عندي ظرف فكذا الحين رجعت للقناه ورجعت للجروب وطبعا كلهم اشتقت لهم اكيد مره اكثر شيء والحين راح نسبح كلنا مع بعض ونغوص تحت المياه ونشوي نكون حق الشوي يلا ماما خلاص ما بقيت تشقلب انت فين انت
تعيشوني؟ إيه صح مضبوط، النور غاية. لا تنتظر، يلا عشان تبتعد. لا خشي حالك، هيك واقفة واقفة. ها ايوه بس Speak Arabic because so hard for Arabic. No malum. ان شاء الله اقرا القران. هذا اقرا ترى، هذا اقرا سلام على الاذان. قولي هو 41 دقيقه. خليني اكل اي شيء بدل هذا، جوعانه جوعانه يا ويلي. اتوقع دين الزهر ولا نو. انا اتوقع اذا ماري سريعه قد جاب نقدر. بركات كيبي ويديرين. ما شاء الله، صفقوا صفقوا صفقوا. طبعا الحين ما تشفي مره جوعانين، وما بقى شيء على السحور، ما بقى شيء على الاذان. حنا وصح بس وين حنا؟ انا سويت بس راحت من وانا سويت المروه. شوفوا يا بنات، انتوا تسبحتوا بس انا ما تسبحت. بس انا سبت اهم شيء اني سبحت. جيز ايه اللي يقولون ترى اللي ليش ما سبحت انا؟ لان ما جبت مياهي الدفه، نسيتها ماما، نسيتها مو بلا ماما. انا اوكي عادي، انتظر شو يعني اللي نروح لها. واصلا مروه بتعوضني اصلا، وبعد بتعوض من كثر من كثر ما اخسر يعني. لا لا مش ثابت هيك.
تعوض صاروا ناجين صح؟ يب تعوضهم وانتم ما راح تروحون معنا وين تتبعون احرش مره خلاص الحين قاعدين نشوف قاعدة يا بدنا نلعب لين ساعات يلا روحي روحي ما ابغى ابغى اقعد عشان الدفة لك والله الدفة كيف عندك كل شيء والله حلو قاعدين يسحبون الحين أبي أدف وجيت أدف وخر وخر لين وخر لين بسرعة تكفون أبغى أسبح أصخر لا أبغى أشوي هذا إحنا في المسبح هذا بيقول أنا مرة طلعنا من المسبح عشان نشوي شوي عدل فنا أبغى تبغى تيجي يبغى أبغى لعب يدف لعب يدف سرعة لا سرعة قوية صار أسود أعمل مرة جديدة كتها يني شوي أبي مرة نضج يعني نضج لسه لا لسه لسه ها كيف لازم يحترق يحترق خلنا يستوي من بعيد يعني إيه أنا حطيت كذا على خلاص كنا جانا ذا مروة باقي 32 دقيقة كذابة يلا لحقوا حالكم ايش باقي لنا ساعة مدري ساعتين مر الوقت لا لا تطلقون علي النار انا قاعد احمص فرحت انا قاعد احمص انا استوى ساعة خلوها لبيت امر عليك نية 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 مو نية مو نية انا حطها انا بشوي واحدة جديدة هذا من هي انا لازم اشوي احد لا بس انت ضايع لا هذه من فوق لاني انا قاعد احتاج اللي من فوق تخيل هذا انت اللي من فوق طول تخيل لو هذا انا وانا موت الحين كذا سويت ولا احترقت بدها تخلوها تحترق عادي تحترق ولا تاكلونها نيه ترى تسبب الام بالبطن وسمم لسه لا تقدر مروه كيف ما يستوي مروه لا هذه شويات عين هذه شويات طنية يوم قاعد شوي لي جود بعد وهذا ترى صودا بعد قاعد اشوي مرد الحين كذا استوت ولا بس كان الحبر حق الوت لا احد ما له يعني فوق صوت مروة انا قاعد اشوي من الفحية انا ولا هم مروة لا قلت لك انا قاعد اتخن قاعد اسوي لا تصير مصيبة بنات بنات جود عدها بيدك Say something I give it up for you الكهل يصير بالزاوية طعمة حريقة سلام فينيش التبلاك بعدوني يا رحبي لا 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 المسيحة عمود فقري نبقى عمود فقري الاحتراف ولا الاكل محروق لا مطبخ والله ما انت شوفي محروقه والله لحظه لنا ما طبختي ولا شيء وجهك طالعه من الصاب وجهنا تود الموت ما هو شوفك طابر انا مساعده ولا اكثر شوي
وانا راح اكل معاهم. بنات شغلت النار والله العظيم حريقه نار لهم. تجليد حق من السيارة. يلا ايش؟ خلاص خلاص خلاص. هذا مو مشاعر، هذا حريقة.